السلام عليكم طلبة المرحلة الرابعة. اليوم السلام عليكم. كيمياء. ونتعرف على مفهوم جديد يدعى بحد الكشف أو الديتكشن ليميت. ديتكشن ليميت هو يعرف بالتركيز lowest concentration، التركيز الأقل اللي ممكن أن يقاس بشكل مختلف إحصائيا statistically من اختصاصية أو من عن البلانك المستخدم، أو هو يرمزوا له LOD limit of detection. فهذا هو المقصود بحد الكشف، يعني مثل ما نقول بتعبير آخر التركيز اللي بالتجربة مالتك أو بالطريقة مالتك تقدر تقدر، يعني الحد الأدنى من التركيز اللي يمكن أن يقاس أو يقدر، هيك معناها بشكل إحصائي مقنع عندي، يعني حدود الثقة 99%. ناخذ هسه مثال علي. يقول عدة قراءات قيست لتقدير الأسبرين، أسبرين هي الحبوب طحنت ومحلول البلانك. هذه القراءات 2 بالألف هاي تمثل امتصاصية البلانك، 2 بالألف 0.00، 8 بالألف 6 كذا لخمس محاليل. بعدين المحلول القياسي اللي تركيزه 1 بي بي ام من الاسبرين اعطى امتصاصيه 51 بالالف. مطلوب شنو يقول؟ اوجد حد الكشف او ديتكشن ليمت. هنا احنا هذه هي القراءات، خليناها في جدول جمعناها سميشن 19 بالالف. بعدين 19 بالألف قسمت على عدد اللي هي 5، طلعت المين أو المعدل X bar اللي هي 4 بالألف. النوبة أطرح كل قراءة من المعدل، كل قراءة من المعدل وهذه هي القيم، ثم أجمع هاي سميشن إله، بعدين أربع القيم وهذا سميشن إله. وراها إحنا أكو يعني ما يعرف بالستاندرد ديفيجن أو ستاندرد ديفيجن أو الانحراف القياسي اللي يساوي XI ناقصا X بار تربيع مقسومة على N عدد القراءات ناقصا 1 تحت الجذر التربيعي. فهنا السميشن هو عندنا هذا سميشن مقسوم على N ناقص 1، يعني 5 ناقص 1 يطلع لنا 32 بال10000 بلس ماينس، يعني هذا مستوى الانحراف عن المعدل بلس ماينس، يعني تزداد أو تقل. لو فرضنا هي 3 بالألف للتسهيل مثلا، راح يكون تزداد بمقدار 3 بالألف أو تقل بمقدار 3 بالألف. يقول بعدين حتى تكون القيمة هذه مقبولة تضرب هذا الستاندرد ديفيجن اللي هو امتصاصية في 3، ضربها في 3 طلعت 96 بال10000، هذه القيمة، هذه تمثل امتصاصية. فإحنا الستاندرد اللي عندنا الواحد بي بي امتصاصيته 51 بالألف، تطرح منه 4 بالألف اللي هي مالت البلانك، لا تنسى هذه كلها للبلانك، تطرح منه يطلع لك الصافي 47 بالألف. فتطرحها من 51 تطلع القيمة الصافية بدون البلانك. فالواحد بي بي ام هذه امتصاصيته، ال 96 اللي هي الثلاثة مضروب بالستاندرد ديفيجن ايش قد قيمتها تركيزها ما اعرف اكس. فاذا 0.2 بي بي ام هو يمثل حد الكشف او ديتكشن ليميت، يعني انا بهذه الطريقه اقدر اقيسا 0.2 بي بي ام، يعني 0.2 ملي جرام بير لتر تركيز الاسبرين. اذا كان تركيز الاسبرين اقل من هذه القيمه بطريقتي هذه ما راح تكون صحيحه. هذه اهميه الديتكشن ليميت او حد الكشف. عندنا مثال آخر يقول تم سحق 10 أقراص اللي هو يعني كبسول أو أقراص من
هيدروكلورايد تتراسايكلين هيدروكلورايد، هذا الانتي بايوتيك اللي يستخدم في حالة الالتهابات وزن الجزيئة الناطينية، وأخذ من عنده 0.45 غرام من هذا المسحوق، طحن المسحوق وأخذ 10 أقراص ومزجها سوا وطحنها وذوبها بلتر من محلول 0.1 من حامض الهيدروكلوريد. بعدين سوى أخذ 10 مل من هذا المحلول وخففه فوليمتريك أم المية بالماء المقطر، قاس امتصاصيته في خلية عرضها 1 سنتيمتر فكان 94 عفوا الامتصاصية بالمية. يقول من خلال المعلومات هذه أدناه هذا الجدول احسب النسبة المئوية الوزنية للتتراسايكلين هيدروكلورايد. هنا عندنا قانون A1 على C1 يساوي A2 على C2 طبقناه، لأن عندنا حتى شنو أطلع تركيز التتراسايكلين بالنموذج. طبقت على هذه المحاليل القياسية، المحلول القياسي الأول، الثاني، الثالث، الرابع، هذا تركيزه وهذه امتصاصيته وهذه عرض الخلية 1 سنتيمتر ثابت للكل. فإذا هذا جدول المحاليل، هذا القياسية وهذه تراكيزها وهذه امتصاصيتها. فأنا طبقت هذا القانون على المحلول القياسي الأول، طلعت هذا. يقول من أجل التأكد من الحسابات يمكن مقارنتها مع قياسات أخرى، خلينا نشوف شلون. هذه الصيغة الجزيئية للتتراسايكلين هيدروكلورايد C22H25Cl2O8. فتلاحظ هذه حلقات بنزين أروماتية، وهذه ذرات الأكسجين وتحتوي على النيتروجين، هذه الصيغة مال التتراسايكلين HCl. قسنا في كل مرة محلول القياسي مثل بالطريقة السابقة، طلع تركيز المجهول 5.11 5.19 5.22 5.23 في 10 ناقص 5 مولاري أو مول على اللتر، جاي نقيس المحلول المجهول مع الحبوب، هاي محاليل قياسية. فشوف كل مرة طلع تركيز المجهول مختلف، فشو نسوي هنا؟ نطلع معامل الانحراف القياسي ستاندرد ديفيجن، القراءة ناقص المعدل تربيع على N ناقص 1 تحت الجذر التربيعي، فتطلع لنا هذه القيمة 5 ستاندرد ديفيجن 5 عفوا بلس ماينس 0.4% في 10 ناقص 5، هذا معدل الانحراف، هذه الزيادة أو النقصان. فهو يريد أن نحسب النسبة المئوية الوزنية للتتراسايكلين، فوزن المركب ووزن التتراسايكلين على وزن النموذج في 100%، نسبة مئوية وزنية. الوزن هذا من قانون التركيز المولاري، الوزن على الحجم، الوزن على التركيز على الوزن الجزيئي مقسوم على الحجم باللتر، أطلع الوزن. بس بما أنه أنا عندي خففت 10 مل وديتها إلى فوليمتريك أم المية وبعدين كملتها بالماء المقطر، فهنا معامل تخفيف، فالعشرة على ألف عفوا 100 هي الحجم النهائي، 100 على ألف 0.1 من اللتر، والعشرة على ألف 0.01 من اللتر، هذا معامل تخفيف في حجم المحلول فوليمتريك حال تضرنا بها 101 لتر مضروب في الوزن الجزيئي، هذا عفوا مضروب في التركيز المولاري، آسف هذا التركيز المولاري، هذا مضروب في الوزن الجزيئي للتتراسايكلين مقسوم على وزن النموذج في 100%، طلعت لنا 54.92%، هذه النسبة المئوية الوزنية للتتراسايكلين بالنموذج يعني بالحبوب. أخذنا مو حباية واحدة، 10 حبوب، هذه لأغراض إحصائية، ويعني هذا مثل ما نقول دائما نستخدمه حتى في طريقة البحث، البحوث اللي يجريها الطلاب لما نحسب التركيز مادة معينة ناخذ هالعدد هذا لأغراض إحصائية. عندنا طريقة تسمى جوب ميثود أو طريقة التغير المستمر، ميثود أوف كونسنتريشن كونتينوس فاريشن، التغير المستمر. شنو هي هذه الطريقة؟ هذه الطريقة لما يكون عندك ميتال وليجند
مثل وليجند يدفع له ويعطينا كومبلكس. تريد تعرف انت بالكومبلكس هذا ايش قد من الليجند ارتبط مع المثل. فبهذه الطريقه اللي هي طريقه التغير المستمر راح نتعرف على طريقه جاو. عندنا مفهوم ما يعرف العدد المولات الكلي يساوي عدد مولات المثل زائد عدد مولات الليجند. وعندنا ما يعرف بالكسر المولي مولر مول فراكشن اوف ليجند اكس ال عدد مولات الليجند على عدد مولات الكليه. الكليه يعني عدد مولات المثل زائد الليجند. وايضا عندنا قانون اخر الكسر المولي للليجند زائد الكسر المولي للمثل يساوي لنا 1. فهسه ناخذ مثال حله. بهذا المثال انه نشوف هذه الامتصاصيه وهذه المحاليل الحظر. هيقول هنا الكسر الحجمي هو يساوي الكسر المولي. كسر الحجمي يعني انت الفوليمترك مالتك لو كانت مثلا ام العشرة مول تاخذها تضيف بالاولى مثلا هذه بدلاله المتل هنا صفر متل هنا يعني شنو كله العفو كله ليجند. بعدين هنا شنو 0.2 متل الكسر المولي 0.2 هنا 0.4 معناها 0.6 هي شنو الباقي 0.6 يصير 0.4. فانت جاي تزود شنو حجم المتل هنا بالحاله الى ان يوصل 1. هذا الكسر الحجمي. وبالمقابل هذا الفي للام هو بالعكس الفي للال بالمقام بهذا الخط الاول على الخط الثاني. شوف واحد عكس الثاني. فبعدين راح يطلع لك مثل هذا المنحني. خط مر خط ترسم خط مماس للاثنين وين يتقاطعان سقط على المحور اكس راح يطلع لك الفي ام على الكلي حجم ف 33% على 66%. هذه نسبة يعني 1:2. إذا المثل الليجند يعني كل مثل ياخذ 2 ليجند. بس احنا بالأساس يعني لازم نحضر تكون محاليلنا شنو متساوية التراكيز المولارية من الفلز يعني المثل والليجند. هذه هي الطريقة يعني هنا أخذناها بدرجات الكسر الحجمي. كسر مولي عندنا هنا المثال الآخر هو تفاعل الحديد الثنائي مع الحديد الثلاثي الثنائي مع الوانتن فينانثرولين اللي هو ريجنت. فهنا عندنا الكسر المولي للليجند هنا كسر المولي للليجند هذه قيمه وهي امتصاصيته وهذه قيمه للليجند وهذه امتصاصيته فماخذين 10 نقط. فشوف كل نقطة يحسب حطها خلى النقط هذه. بعدين وصل بناته بالتقاطع طلع عنده 0.75 اللي هي XL كسر المولي للليجند. فعندنا Y اللي هي Y عدد مولات الليجند تساوي XL كسر المولي للليجند على 1 ناقصا XL. ف 75% مقسوم على 1 ناقصا 75% راح يطلع لنا 3 واي. اذا عدد جزيئات الليجند اللي ترتبط مع ايون واحد من الليجند اللي هو وانتن فينانثرولين مع يعني كل 3 ليجند وانتن فينانثرولين ترتبط مع ايون مركزي واحد اللي هو الحديد الثنائي. لاحظ عزيزي الطالب مثل ما قلنا عيون الحديد الثنائي مرتبط بثلاث ليجاندات ثلاث جزيئات من الوانتن فينانثرولين. هذه مرتبطة بهالزاوية هذا مجسم هذا أفقي هذا أفقي بس مرتبط من النان بوندينج إلكترون مال ذرة النيتروجين هنا وهنا. وهذه الجزيئة الثالثة هذا الشكل مجسم. فهذا هو الكومبلكس وعليه تظهر شحنه بلس 2. فاذا عرفنا انه
الأيون المركزي الحديد الثنائي يرتبط مع 3-1-10-phenanthroline، أي 3 جزيئات من الليجند. التطبيقات لجمال اليوفي فيزيبل سبكتروفوتوميتر في مجال قياس التركيز المجهول من خلال رسم المنحنى المعايرة، وهذا تعرفنا عليه. أيضا من خلال معرفة النقاوة detection of impurities، نقاوة المركب. أنت عندك مثلا مركب المعين، تأخذ لطيف الامتصاص إليه وتأخذ طيف الامتصاص النموذج اللي عندك وتقارن بين طيف الامتصاص للستاندرد المادة القياسية واللي عندك، إذا طلع متشابه فإذا مادة نقية، وإذا طلع مثل ما تلاحظ هنا هذه الزيادة فإذا المادة غير نقية وبها impurities أو شوائب. النقطة الأخرى اللي هي سرعة التفاعل، chemical kinetic، تفاعلات البطيئة، سرعة التفاعل، يعني تقدر تتابعها تخليه بالسيل وتقيس الامتصاصية خلال فترة زمنية. فإذا هذه من ناحية سرعة التفاعل تقاس، نعم، في السبكتروفوتوميتر. وقلنا التطبيقات بشكل عام في مجال البيئة وفي مجال الكيمياء السريرية، واللي يشتغلون أو يعملون في مختبرات الكيمياء السريرية في المستشفيات يعرفون كل زين أنه يقيسون مثلا كثير من تراكيز المواد بالطريقة السبكتروفوتوميتر، واحد من هذه الأجزاء، أو بالصناعة في مجالات الصناعة أو في مجالات الأدلة الجنائية أو الفورنزيك. وشكرا لحسن إصغائكم وسماعكم أعزائي طلبة المرحلة الرابعة علوم كيمياء.